بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الخبير. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين الكرام في برنامج ميت طريقة للجمال. فاليوم حتكون هذه الحلقة هي عبارة عن حلقة خاصة للناس المكفوفين. فبهذه الطريقة حنتكلم اليوم عن تنمية مهارات الفكر لدى الناس المكفوفين. فأول ما حنبدي أن احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة في برنامج طبيب على الهواء، اتكلمت عنها عن المهارات التي يجب علينا أن نستخدمها للمكفوفين للمحافظة على أحاسيسهم والمحافظة على مشاعرهم. طيب احنا كل من خلال برنامجنا من خلال دراستي لقيت ان هنالك الناس المكفوفين ما يحب يقول له انت انسان عاجز، ما يحبون يقولوا له انك انسان انت ضرير، او انسان انت ما لك لازمه بالحياه، انت اخرك تتلمت على ورق. فما يحب هذا الاحساس، يحب الاحساس انك انت شخص الكلمة بطريقة الثقة في النفس. وأنا من خلال دراستي وتدريبي للناس في الجمعيات والمراكز، فلقيت أنه هؤلاء الشريحة من الناس أنهم يحب أن يتعامل كزي زيك، تعاملني مثلي مثلك، ماكو أي اختلاف بيناتنا. فاليوم راح أتكلم معك يا أخي المكفوف بطريقة سمعية حسية. فأريدك اليوم تركز معايا علشان نعرف شلون نولد لك الفكر وشلون نخليك تفكر بطريقة صحيحة غير التفكير اللي حضرتك تسمعني فيه وتتكلم معايا فيه. فاليوم حابب أتكلم عن مفهومك الذاتي. مفهومك الذاتي يعني شنو؟ مفهوم نفسك، يعني مفهوم حياتك، يعني مفهوم طريقة حياتك اللي انت عايش فيها. طيب مفهومك الذاتي هذا انه مكتسب منين؟ مكتسب من العالم الخارجي. حياتك يعني كلها وعاداتك وقيمك ومبادئك كل هذه مكتسبيها منين؟ مكتسبيها من العالم الخارجي. طيب ما دام احنا مكتسبيها من العالم الخارجي، فإذا يجب علينا مراعاة هذا المفاهيم. وإذا كانت هذه المفاهيم إنها مكتسبة ممكن وببساطة إنه نغير فيها. مكتسبة منين؟ من خلال البرمجة السابقة اللي حصلت لنا. مين أساس البرمجة اللي برمجنا عليها فأساس هذه البرمجة كانت من خلال أول شيء هو محيط الأب والأم. الأب والأم هم أول الناس اللي برمجونا. بعد هذه البرمجة تبرمجنا من المحيط العائلي اللي هي أختك أخوك اللي هم أخذت منهم برمجتك، وبعدها المحيط الخارجي، وبعدها المحيط الأصدقاء، وبعدها وسائل الإعلام وأشياء كثيرة. إحنا تبرمجنا لغاية ما وصلنا إلى هذه المرحلة. أنت عندك 10 سنين ولا 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة، فأنت إنسان حاليا تحب أن نتكلم معك بطريقة شيك. فيا أخي أريدك أسأل هنا سؤال: هل المكفوف مريض؟ يعتبر إنسان مريض؟ أكيد راح تقول لي لا، الإنسان الكفيف مو مرض بل هو ابتلاء واختلاف. اذا الكفيف هو غير انسان كفيف غير مريض. زين، اذا هو باختلاف. كل انسان يبحث الى التميز ويحب يطلع للتميز يكون انسان، لازم يكون انسان مختلف. فاحنا نريد نشوف هذا الاختلاف اللي الله سبحانه وتعالى وزعك فيه ووصلك إلى مرحلة، إلى أنك توصل إلى مرحلة من قمة من الإدراك. تعال نعرف عن
سرعة العقل، العقل فيه من 100 إلى 150 مليار خلية عقلية، يعني لو قعدت تحسبهم 1 2 3 4 5 محتاج 5000 سنة، يعني تموت أنت وأولادك وأولاد أولادك وبعدك ما وصلت سرعة المخ اللي سرعة عقلية مخك. طيب هنا سرعة المخ 186 ألف ميل بالثانية الواحدة، هاي سرعتك. يعني لو سألتك هنا أنت شنو اسمك، راح تقول لي مثلا محمد، فأنت متأخر نص ثانية، هاي السرعة عندك الجبارة. إذا أنت إنسان كفيف، ما دام أنت إنسان كفيف فإذا عقليتك شغالة، فإذا لازم تسمعني بعقليتك بعقليتك. فإحنا نرجع نتكلم عن المفهوم الذاتي، قلنا مكتسب من العالم الخارجي، بسهولة وببساطة نقدر نغير فيه. هنا حياتنا المنتظمة، حياتنا المنتظمة يعني شنو؟ يعني قعدت الصبح، لبست، رحت للمدرسة أو رحت للجامعة ورجعت من البيت. عندما رجعت من البيت خلص يومي، بديت آكل أشرب خلص نمت، يبدي ثاني يوم وعلى هذا الشيء. طيب هنا هاي حياتك المنتظمة. طب هنا أريد أسألك سؤال يا أخي العزيز، أنت يجي لك نشاط، فهذا النشاط اللي يجي لك وأنت نايم وأنت قاعد تفكر أنا ليش هاي حياتي، حياتي ليش هيك عايشها أني، فراح تسأل هنا هذا السؤال، راح يجيك هنا راح تقول خلص أنا من بكرة قررت أن أصلي 5 أوقات، أنا من بكرة قررت أني أتعلم، أنا بكرة قررت أني أوصل لمرحلة يكون عندي فيها نشاط وباور، فقررت تنزل مثلا تتمشى كل يوم 5 دقائق أو تؤدي الواجبات الخمسة أو صلاتك. فإحنا أنا بعدها تكون أول يوم رائع وثاني يوم أروع وثالث يوم أروع ورابع يوم أقل وأقل وأقل، وترجع حياتك من كانت فيها نشاط إلى حياتك العادية. فهنا أنا أريد أسألك سؤال، هنا شنو السبب اللي إجاك خلى عندك مهارة إنك تكون إنسان تكون إنسان نشط وبعدها ترجع لحياتك مثل كل إنسان قرر إنه ينزل للجيم أو ينزل يمارس أي رياضة يكون أروع وبعد هيك يرجع إلى مستوى أقل. فهنا عندنا المشكلة، يكون عندنا الباور والنشاط وترجع حياتنا مثل الأول، هنا عندنا مشكلة. المشكلة هي إحنا لما ننزل نمارس أي مهارة من المهارات راح تكون عندنا راح يكون عندنا هنا نشاط ويرجع حياتنا. فإذا هنا لما نريد نتغير أو نمارس أي مهارة من المهارات يجب علينا أن نراعي النشاط اللي عندنا، عشان نكون حياتنا من منتظمة إلى ديناميكية يجب أن يكون هي كلمتين اثنين خليها في دماغك، هي التغيير التدريجي. إذا قررت أن تقوم بأي مهارة تريد تعملها بحياتك يجب عليك أن تقوم بالتغيير التدريجي. هنا في الصورة اللي ظهرت على الهواء، احتياجات البشر بصورة عامة والمطروفين بصفة خاصة. الاحتياجات كل الاحتياجات هي الاحتياجات العشرة اللي يحتاجها كل الناس، هما 10 احتياجات. أول احتياج للناس هو البقاء والأمان، فلازم تكون ان يتولد عندنا البقاء والامان. فاريد اسالك يا اخي العزيز سؤال صغير، انت متوفر لك الامان الضمان والامان؟ اكيد انت متوفر لك البقاء والامان، انت غير الناس المبصرين. المبصر يعني لو الدنيا يعني انا مكفوف مثلا واهلي مثلا رموني في الشارع ماشي، او الظروف او اهلي توفوا او صار حادث وانا طلعت من الدنيا وانا مكفوف، اروح لاي مركز اروح اي جمعيه راح تلقي الابواب مفتوحه. فاذا انت البقاء والامان هذا الشيء متوفر لك، متوفر لك. طيب لما يكون هذا الشيء متوفر لك فاذا هاي جزء واحد من الاحتياجات العشره هذا متوفر لك. طيب تعال نجي على الاحتياجات المكفوفين اللي هو الركن الثاني، هو الركن الاستمرارية. ثاني طلب، ثاني احتياج للإنسان هي الاستمرارية. أريد أسألك سؤال، الله سبحانه وتعالى كل يوم منطيك 25
24 ساعة في اليوم، أنت استمراريتك فيها شنو؟ إذا أنت مستمر اليوم والبارحة لغاية ما صار عندك 30 سنة و40 سنة و50 سنة. بعد ما صار عندك 30 سنة و40 سنة، إذا الاستمرارية موجودة، أنت هيك هيك إنسان عايش. فأريدك أنه تحس بالاستمرارية، لأن الاستمرارية هنا عندنا الاستمرارية متوفرة لك. إذا هذا ثاني احتياج من احتياجاتك الخاصة اللي هو موجود عندك أصلا. وعندنا الاحتياج الثالث، أن تحب وتنحب. يعني شخص يحبك وأنت بسم الله ما شاء الله الدنيا كلها تحبك، الله سبحانه وتعالى جعل العطف والرحمة إلك، لأن أنت إنسان. أنا بكلمك من بهاي الطريقة لأن أنت إنسان. أنا من خلال دراستي واختلاطي في هاي الناس أنه يحب تكلمه بثقة بنفسه، فأنا بكلمك بطريقة الثقة في النفس، فبكلمك أنا مثل ما أكلم أي إنسان بسيط. هنا تحب وتنحب هاي موجودة، الناس كلها تحبك وين ما تروح. عمرك ما راح تكون جوعان مثلا او عطشان، تدق على اي باب يطيك يكرمك من اللي الله كرمه. طب احنا شنو اللي بقى عندنا؟ هذا خلصنا انك الناس هي تحب وتنحب، فهاي الحب والمحبة من الله سبحانه وتعالى زرعها فيك. اذا عندنا الاحتياج الرابع هو التقدير من نفسك ومن الآخرين. كل الناس تحب أنه تكون إنسان مقدرة والناس محترمة. فإذا هذا التقدير أنا منين أجيبه؟ هذا التقدير لازم أني أوفره من خلال التقدير اللي أزرعه بشخصيتي أني، علشان الناس تبدي تقدر. فالتقدير منك ومن الآخرين. ومعانا اتصال هنا، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحيي حضرتك يا دكتور على اختيار الموضوع الجميل ده، وبحيي قناة الصحة والجمال لأنها متبنية حملة لمساعدة الكفيف. وأنا شايف إن إحنا ممكن نساعد الكفيف، إن إحنا بدل ما نخليه ضمن نسبة 5% اللي الحكومة بتعينهم، نخلي ليه نسبة 5% لوحده، يعني بحيث إن هو يعني هما نسبة الناس الكفيف في مصر كتير يعني. يعني يا ريت الحكومة ممكن تخلي لهم نسبة 5% لوحدهم، علشان هم كتير يعني. وأنا بشكر حضرتك إن أنت أعطيتني فرصة إن أنا أعمل المداخلة دي. حبيبي أهلا وسهلا، أنا شرفت فيك أخي العزيز. أنا راح أجاوبك إن شاء الله نهاية الحلقة، وأنا إن شاء الله راح تعرف أنت مو 50%، لا راح أخليهم هؤلاء الناس مو 5%، راح أخلي هؤلاء الناس يفرضوا نفسهم أي دولة يكونون، لأن الدول المتقدمة لأن الناس اللي هناك هم اللي فرضوا نفسهم، هم اللي أجبروا الحكومة إنها تعمل لهم شوارع، هم اللي أجبروا الحكومة إنهم يحطون إشارة المرور عبارة عن صوتية وسمعية، هم اللي أجبروا. فهؤلاء الناس هم اللي أجبروا الناس على أن يحترموهم، هم اللي ظهروا خلال علمهم وتقدمهم وحضارتهم، أجبروا الناس عن يهتمون فيهم. مش أنت قاعد في الغرفة وتلوم وتشكي وأريد مساعدات، لا، انهض فكرك. ترى الدنيا صارت عبارة عن فكرة بس تولدها أنت عندك، وشوف حياتك شو راح تتغير 180 درجة. تعال نرجع هنا أنك على التقدير، قلنا التقدير تحب وتنحب. هنا عندك الانتماء، الانتماء إلى مين؟ الانتماء إلى بلدك اللي ترعرعت به، اللي حبيته، اللي تربيت منه، هذا البلد العظيم اللي هو انتمائك إليه. لا يكون انتمائك إلى أي إنسان ثاني، هذا الانتماء مطلوب. فهذا الانتماء هذا من شيء من حاجات اللي هي نسميها القيم والمبادئ اللي تربينا عليها، هي حب البلد. استقلال الشخصية، بعد ما خلصنا عن الانتماء نتكلم عن استقلال الشخصية. فأنت استقلال شخصيتك، أريد أسألك هنا عن سؤال، أنت شخصيتك هل أنت شخصيا مستقل؟ أنا راح أقول لك أنت شخصية إنسان أكثر من مستقل. أنت فراشك مرتب،
الأهل في البيت يحسبوا لك ألف حساب. فشنو المشكلة اللي عندك؟ إذا استغلال شخصيتك، إذا ما لقيت بيت تروح له في جمعيات وفي مراكز مجانا، ما حد يأخذ منك جنيه واحد. فاستقلال شخصيتك هو استقلال شخصيتك، استقلال هذا مطلوب من عندك، ماشي؟ أنا ما أريد أكلمك بعطف، لا، أريد أشد عليك، لأن أنت إنسان قاعد بغرفة وتشكي وتلوم. لا، قوم انهض بفكرك، نفض التراب اللي عليك. عيب الناس، الشركات من غير ذكر أسماء عملوا لك كل شيء، حتى الواتساب حاليا يشتغلون فيه، الواتساب، الانستغرام، عالم السوشيال ميديا كلها هم مشاركين فيه. بس انت ليش، انت ليش راكن نفسك؟ لا، البلد محتاجك، هنا البلد محتاجك. روح راجع، روح المراكز، اختار اصحاب جيدين، اختار اصحاب غير الاصحاب اللي انت قعدت معاهم وتعرفت عليهم. اختلط في الناس يا اخي، اختلط في الناس، روح المراجع، راجع الجمعيات، راجع الحدائق اللي معمولة خصيصا للمكفوفين. كل هذه الأشياء متوفرة، كل هذه الأشياء متوفرة لك، بس عايزينك احنا انت تنهض وتطلع من القمقم اللي انت داخل فيه. بعد ما تكلمنا عن الاستقلال الشخصية، الإنجاز، أريد أسألك هنا، أنا عندك انت 30 سنة و40 سنة و50 سنة و10 سنين و15 سنة، انت شنو أنجزت في حياتك؟ ممكن أريد أعرف إنجازك. اسأل نفسك، اسأل نفسك، لا تفكر بكلامي، اسأل نفسك شنو الإنجاز اللي حققته في حياتك؟ فكر فيه، فكر فيه. أنت مو آخرك ترى غرفة ولا شوية ورق تتلمسه، لا، أنت إنسان عظيم، أنت عندك إدراك وحتكلم فيه كمان قليل. الإنجاز، الرضا والاستمتاع، الحمد لله والشكر، أنت راضي ومستمتع في حياتك. شنو الرضا؟ يعني لو حبيت تروح المراكز، المراكز مفتوحة لك مجانا، التعليم، التعليم كله مجانا. الرضا، الله سبحانه وتعالى امسخ لك انسان يكون مدرب معك او مرافق لك، ماشي؟ والله سبحانه وتعالى راح يمسخ لك هذا المرافق، بس انت انوي، انوي ونفض التراب عليك وانوي، وراح تشوف الله سبحانه وتعالى شلون راح يعطيك أروع إنسان مرافق، من غير ثمن، لا، محبة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الناس تقرب لك، فأنت مو آخرك غرفة، صدقني أنت آخرك مو غرفة، لا، أنت لازم تطلع، تطلع بعلمك، اطلع شوف عالم السوشيال ميديا، شوف أخوانك أنت، شوف هاي الفئة من الناس وين وصلت وأنت وين. أنت آخرك يعني بس تدور على مساعدات؟ لا، هاي المساعدات للإنسان العاجز، أنت مو إنسان عاجز، لا، أنت لو نقصت الإطراب ما راح تلقي نفسك إنسان عاجز، بس أنت اللي تشكي وتلوم وبس. لا، كل شيء مفتوح لك ومجانا، بس أنت انهض وحط بصمتك في الحياة. في أسماء مرعبة، في أسماء مرعبة بالعالم، أخذوا جائزة نوبل، أخذوا جائزة زويل، وصلوا، ليش أنت ما توصل؟ ليش انت قاعد بس؟ انهض يا اخي، انهض. هنا عندنا التغيير، انت اكثر انسان تحب التغيير، من خلال دراستي لقيتك انت انسان تحب التغيير. طب لما تحس بهذا التغيير شنو احساسك؟ احساسك جميل واحساس رائع، والمهم تغير، تغير نفسك، تغير جوك. طيب ما تستغل هذا التغيير، فلما تستغل هذا التغيير راح تشوف حياتك اروع. المعنى، المعنى هنا عندنا المعنى، يعني شنو المعنى؟ يعني انت شنو انسان عايش؟ يعني انت اجيت للدنيا، لما اجيت لهاي الدنيا اذا لازم يكون لك معنى في الحياة. فاذا اذا ما لك معنى في حياتك كيف راح تكون؟ فالمعنى للحياة هو المفروض. انت عندك، قلنا 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، انت عندك زين، فما تستغل هذا المعنى لحياتك. انت لازم اكو معنى لحياتك يا اخي، انت مو غرفة بس وقاعد فيها، لا، بالعكس، انت تمثل شريحة معينة من الناس، انت انسان مميز. يعني كل الناس، يعني لو تشوف العالم، كل انسان يريد يصير نجم، شي يسوي وش يعمل بنفسه علشان يوصل لهاي المرحلة؟ بس انت الله سبحانه وتعالى انطاك هاي الميزة،
فاستغل هاي الميزه، الله سبحانه وتعالى اخذ منا البصر بس اكرمك بحاجه ثانيه، بس انت دور وفتش عليها وراح تلقيها ان شاء الله. هنا عدم وجود المعنى لحياتك هذا سيولد الى الانتحار. في ناس تقول لك ما لي معنى لحياتي، ماكو، عنده فلوس وعنده كل شيء اللي يريده وعنده مال وعنده بنون بس ما عنده معنى لحياته. فهذا المعنى لحياتك لازم يكون لك معنى، لو ما كان لك معنى لحياتك اذا ما لك لازمة انت في الدنيا. فيا اخي انت عندك فتشي اسم عقل. الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل قال له اقبل، فاقبل، قال له ادبر، فادبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا عز علي منك، واعطاه هديه الي والك. وانت قاعد تشتكي وتلوم، انت عقلك ما في شيء، انت عقلك ما في شيء، بس انت انسان سمعي حسي، فاني بتكلم معك من خلال السمع ومن خلال الحس. احنا هنتكلم عن المفهوم من المفاهيم الاخرى، الادراك 50% من التغيير. يعني شنو الادراك 50% من التغيير؟ يعني انا انسان لو بديت ادرك، ماشي، لما اكون ابدي ادرك فهنا يولد لي تغيير بحياتي 50 درجة من التغيير الشخصية، 50 درجة راح اتغير. طيب لو انت الله سبحانه وتعالى خلق فيك الادراك، انت القوة المحركة لجسمك هو ادراكك للشيء، اذا انت حياتك حلوة، يعني عندك التغيير، بس انت مطلوب منك ان تركز على شوية اشياء راح اقول لك عليها لغاية ما تنفض التراب وتطلع لي، طلع المارد اللي جواك، طلع الذهب اللي جواك يا اخي. هذا الادراك اللي عندك راح يغير من حياتك 50 درجة، لغاية وانت عندك 25 راح يصير عندك 75 درجة من تغيير بحياتك. يعني هنا ركز على ادراكك، انت حاليا تسمعني، حاليا تحس بي، اريدك تركز يا اخي، ركز على افكارك. انت من الصبح لليل شنو تفكر؟ تفكيرك هذا شنو؟ اريد اعرف هذا التفكير منك. لما تفكر 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 تفكر، هذا التفكير مالتك اللي سرعته 186 الف ميل في الثانية الواحدة، اسرع من سرعة الضوء. طيب اريدك تعرف، انا اريد اعرف هاي القدرات وهاي الامكانيات اللي عندك اللي الله سبحانه وتعالى فضلنا بيها، اريد اعرفك انت بشنو مستغل هذه الروعة، هاي الروعة، هاي هذا الجمال، انت بشنو مستخدمه؟ ماشي، ركز على افكارك، افكارك لانه صنعك انت، لما تصنعها انت راح تعمل لك تركيز واحاسيس وسلوك بعدها. فاحنا التركيز على افكارك، فكر مثل ما تحب، فكر يا اخي، انا معاك فكر، بس انت بتفكر بشنو؟ اسألك هذا السؤال، هذا السؤال، انت بتفكر بشنو؟ اريد اعرف هذا تفكيرك اللي وين وصلك. فهذا التفكير اللي تفكر به، بس اريدك تدرك الحاجات السلبية والحاجات الايجابية اللي نضيع حياتك اللي تفكر فيها، بس اريدك تفكر لي وتركز لي على افكارك، هي شلون طلعت هاي الافكار من عندك. هنا من الادراك الثاني اللي اريدك تركز عليه بادراكك هو ادراك تركيزك. هنا بعد ما خلصنا الافكار وخلصنا احنا كيف نركز على افكارنا، بعد ما خلصنا الافكار راح نبتدي ندرك التركيز. فهذا التركيز، انا بشنو مركز؟ حياتي 24 ساعة باليوم، ماشي، 1440 دقيقة، انا مركز فيها على شنو؟ نشوف حياتي اللي مركز فيها انا شنو هي، لازم اعرفها. فهذا التركيز راح يولد لنا اشياء عظيمة. ركز على الافكار اللي انت مركز عليها، اعيد ثاني، ركز على افكارك اللي انت مركز عليها. هنا بعد ما فكرنا وصار عندنا تركيز راح يكون عندنا هنا
راح تولد لنا الأحاسيس. فهاي الأحاسيس اللي تولدت لنا من شنو؟ من خلال برمجتنا اللي ذكرتها في أول الحلقة، اللي هم المحيط العائلي، الوالدين والعائلي والاجتماعي ووسائل الإعلام. راح تولد لك هاي هنا شنو؟ راح تولد لك هنا أحاسيس. صارت عندك أحاسيس، كمية أحاسيس من خلال السمع اللي تسمعه. من خلال سمعك اللي تسمعه هاي راح تولد لك أفكارك، تركيزك، أحاسيسك، بعدها راح يكون شنو؟ راح يكون سلوكك، راح يكون عندك السلوك. فهذا السلوك اللي أنت ماشي فيه، مثل ما قلنا باحتياجات العشرة اللي هو المعنى لحياتك، فلازم يكون لك معنى. أنت لازم تركز على إدراكك. أنت إدراكك هاي الكلمة، هاي الكلمة ممكن اشتهرت حاليا بعد كل الدوائر والشركات يركزون على الإدراك. فأنت يا أخي الله سبحانه وتعالى انفضلك بهذا الإدراك، بس أنت أكيد فاهمني، أكيد فاهمني. هذا أفكارك ركز عليها، وركز على تركيز أفكارك، لأنها راح تولد لك هنا، راح تولد لك عندك أحاسيس، والأحاسيس اللي راح تصير عندك راح تولد لك إلى سلوك. فهذا السلوك يجب عليك أن تغير، تغير للأفضل، تغير للأحسن، تغير للأجمل. هنا هذا السلوك، هذا السلوك اللي راح يعديك إلى مرحلة ثانية من حياتك، هي مرحلة التفوق. بعد ما مرحلة التفوق مرحلة التميز. فأنت هيك هيك الله سبحانه وتعالى خلق فيك هذا، هاي الموهبة. فأنت ركز على الموهبة اللي جواك، ركز على الذهب اللي جواك، اطلع بالعقل وفكر في الطريقة الصحيحة. أنا ما أسمح لك، أنت إنسان الله سبحانه وتعالى سخر لك الشمس والقمر، سخر لك الليل والنهار، وخلى الملائكة تسجد لك، ماشي، وانت قاعد تشتكي وتلوم؟ لا، انت هيك انت بتهمش نفسك. انا ما اريدك تهمش نفسك من هاي الشريحة من الناس، لا، افرض وجودك. اريدك انسان تكون فارض وجودك بهاي الدنيا. افرض نفسك، افرض نفسك في الشارع، افرض نفسك. لا تعرف نفسك انت مهمش وتمشي يم الحائط، لا، يم الحائط وتعيش حياتك وخلاص وانا كفيف. لا، في كفيف يمشي اسرع مني وحاسس ودارك اكثر من ما اني دارك وانت دارك اكثر مني. فيجب علينا ان ننمي هذه المهارات. هنا انا اريد اعرف هي غذاء العقل هو العلم. فيجب عليك ان تتعلم اكثر فاكثر فاكثر. عندنا غذاء الروح هو الحب اللي هو مزروع جوا حضرتك، والغذاء الجسم هي الحركة. لا تبعد ونايم وقاعد، نايم وقاعد، لا، اتحرك. خلي عندك الحياة المنتظمة ديناميكية والديناميكية منتظمة. التغيير تدريجي صغير هي التغيير التدريجي، يعني تسويها واحدة 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 لغاية ما تكبر وتصير الديناميكي منتظم، والمنتظم عندك بحياتك تصير ديناميكية إلى نشاط. لا تقوم من مكانك وخليك معايا، فاصل ونواصل. Mm-hmm.